زين مش عايز تجيب لك شويه لب وسداني على شويه مقرمشات؟ يا سلام، وانا عايزه البان على كيسين شيبسي على لتر بيبسي وايس كريم. طبعا وايس كريم، وايه المشكله؟ انا عايزه البان ونجيب لبان. ماشي يا بابا موافق. ماشي يلا انزل بقى هات لنا. ايه انزل والكهرباء مالها؟ هتقطع وانا في الاسانسير. ده لسه بدري، هتلحق تنزل وتطلع. اصل رجلي وجعاني من التدريب مش قادر. انا عايزه البان، خلاص هنزل. انا ينفع يعني تنزل اختك الصغيره؟ يرضيك؟ ما هو يا بابا انا بصراحه خايف الكهرباء تقطع عليها في الاسانسير. مستحيل، اسمع مني لسه بدري. انا عايزه البان. بص يا بابا، احنا لو حسبنا الموضوع فيزيائيا هنلاقي ان انا مش هلحق الاسانسير. لو حسبنا الوقت اللي هاخده في الاسانسير لحد ما انزل الشارع، وحسبنا سرعتي اللي ممكن تكون 4 كيلومتر في الساعه، يبقى في الدقيقه همشي حوالي 66 متر. والوقت اللي هاخده في ان اجيب الشيبس والبيبسي هيكون حوالي 3 دقايق. واروح المقله اللي هتبعد عن السوبر ماركت 250 متر، يعني هتاخد مني وقت حوالي 4 دقايق. واخد الطلبات وحاسب عمه، يعني فيها كمان 5 دقايق، ده في حالة ان ما عندوش زحمة. وكمان هنحسب وقت الرجوع، هنلاقي ان انا مش هلحق اطلع في الاسانسير، لان هتكون الساعة جت واحدة وهيكون النور قطع. ايه ده كله يا زين؟ فيزياء يا بابا، انت حضرتك ما درستش فيزياء ولا ايه؟ بلا فيزياء بلا بتاع، انا هنزل اجيب الحاجات. انا عايزه البان. لو هنحسب الكلام ده فيزيائيا، انا هنلاقي ان انت يا بابا كنت هتلحق تنزل قبل ما اشرح لك، انما دلوقتي مستحيل. ولو هتعمل بطل وتقول هنزل، فغالبا الكهرباء هتقطع عليك. ولو لحقت ونزلت وجبت الطلبات، هتكون الكهرباء فعليا قطعت، يبقى هتطلع 12 دور على رجليك. يا اما بقى تستنى الكهرباء لما ترجع، وساعتها مش هتلاقي غير عم عبد البواب الرغاي، وهياكل ودانك ساعه كامله لحد ما الكهرباء ترجع. ها لسه محتاج تنزل؟ انا عايزه البان. خلاص يا كندا هنزل انا. شكرا قوي يا زين، شكرا يا جينياس الفيزياء. هنزل انا حبيبتي وهجيب لك لبان. البان. يا زين. نعم يا بابا. الكهرباء قطعت يا زين. ما انا قلت لك ما تنساش اللبان. طب روح نادي عم عبده. حاضر. الواد قال لي ما تنزلش، ما سمعتش كلامه.